ينامون على فرش متلاصقة، بالكاد يحصلون على وجبة واحدة في اليوم، ومع ذلك يرفضون مغادرة المدرسة. هؤلاء هم لاجئون بمدرسة تابعة للأونروا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نزحوا من مدن الشمال آملين أن يجدوا الأمان والدفء فيها، لكن أملهم خاب مع استمرار الحرب واقتراب الجيش الإسرائيلي من منطقتهم. واليوم يطالبهم الجيش بالنزوح جنوباً، لكنهم رفضوا الخروج بسبب اكتظاظ مدن الجنوب، وباتوا خائفين إن غادروا المدرسة هذه أن يكون مصيرهم الشارع. فهدد مخيم البراج ينزع على الدير، وين نروح في الدير؟ شو نعمل؟ الدير فيش فيها مجال، فيش فيها نفس، الدير كل السكان على بعض، فإحنا هنروح من تهجير لتهجير وما نلاقيش مكان، وين نقوى على الشوارع؟ والدنيا شتاء والدنيا مطر ومعنا أطفال رضع. هذا المكان كان صفاً يدرس فيه الطلاب منذ أشهر قليلة، لكنه اليوم تحول إلى مطبخ وغرفة نوم وغرفة جلوس، وبدلاً من أن تحمل رفوفه الدفاتر والكتب أصبحت تحمل أدوية ومستلزمات المطبخ. أما هذه السيدة فتشكو من مرض السكري ولا تملك المال لشراء الدواء، فهي بالكاد تحصل على وجبة في اليوم، وما يزيد من معاناتها هو تكدس الأطفال الذين يضغطون على أقدامها المتورمة وهم يتحركون في مساحة الصف الضيقة. انت عارف يعني صاحب السكر بده غذاء، بده أكل، بده طبخة، بده حاجة كويسة، هذا احنا محرومين منه، واحنا قاعدين في رعب وخوف. انا نايم اهل الفرشة هذه يعني من كثر الازدحام، الاطفال يعني زي السردين على بعض وعلى رجلي، انا بعاني من خذلان في الرجلين وعندي العصب، والرايح والجاي بخبط على رجلي.